منتصف الليل في تونس، تحية طيبة لكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، والبداية بالعناوين. اليوم السبت هو أول أيام شهر رمضان المعظم. رئيس الجمهورية يؤكد أن الحكومة اتخذت كل الاحتياطات لتوفير المتطلبات اللازمة والضغط على الأسعار. فتح بحث ضد جرايا وكل من يكشف عنه البحث من أجل الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة. لجنة المصادرة تصدر أملاكه وموقفين آخرين. عشرات القتلى والجرحى في هجوم استهدف أقباطا في مصر، والجيش المصري يوجه ضربات جوية ضد معسكرات تدريب في درنا الليبية. أعلن سماحة مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ أن اليوم السبت هو أول أيام شهر رمضان المعظم، وأفاد في كلمته التي توجه بها إلى الشعب التونسي أنه ثبتت رؤيته إلى رمضان مع غروب شمس أمس الجمعة، ذلك عملا بما جرى عليه العمل في اعتماد الرؤية مع الاستئناس بالحساب في تحري أهلة الأشهر القمرية. وبهذه المناسبة الكريمة يسعد مؤسسة التلفزة التونسية أن تتقدم إلى الشعب التونسي بأحر التهاني، راجية من المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر المبارك بالخير واليمن والبركة، وكل عام وأنتم بخير. وفي كلمة تهنئة توجه بها إلى الشعب التونسي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، أعلن رئيس الجمهورية البيجي قايد السبسي أن الحكومة اتخذت كل الاحتياطات لتوفير المتطلبات والمستلزمات الحيوية من جهة، وللضغط على الأسعار خلال الشهر الكريم من جهة أخرى. وما وصلت خذوا احتياطات خاصة لتوفير يعني ظروف الحياة، سواء كان من المواد الغذائية، وحسب ما استفدت أن كل هذه المواد باش تولي متوفرة إن شاء الله في جميع الميادين. وثانيا فما مجهود أيضا في تقليل من الأسعار، أنا معروف الأسعار كان دائما مرتفعة والمقدرة الشرائية كانت تعبة شوية، لكن على كل حال بالنسبة لهالشهر هذا يوقع مجهود خاص. ثم أن ثم بوادر أيضا تاع انفراج إن شاء الله، بالرغم من تشكيك تاع المشككين هذو كان غالب يعني قلة هما، والشاف يحفظوا ولا يقاسوا عليه، لكن فعلا كما نشوف المؤشرات تاع يعني احنا فترة صعيبة، مازلنا ما خرجناش راهو فترة من البطالة، مازلنا ما خرجناش من التنمية المتواضعة جدا. المؤشرات بالنسبة للثلاثية هذه الأولى تاع 2017 إيجابية، معناها نسبيا كل شيء نسبي، يعني توا التنمية ولات 2.1، معناها الشيء ما كانش متوقع هو في الحقيقة، وهذا راهو بفضل الشعب التونسي وبفضل العمل نتاعنا وبفضل المجهود نتاعنا وبفضل التضحيات. إن شاء الله ما تقعش في الأثناء يعني عمليات إرهابية، راهو مازلنا نقاوموا في الإرهاب، توا احنا بدينا نقاوموا في الفساد، لكن أيضا ما تنساوش راهو الإرهاب قائم، وثم صلة بين الإرهاب وبين الفساد وبين التهريب وبين هذا كله، يلزمها الدولة جبهة، ولكن يلزم المواطنين يكونوا واعين ويلزم يتضامنوا مع الدولة في المرحلة هذه الحاسمة. واستعدادنا لهذا الشهر الكريم، أكد وزير الصناعة والتجارة في ندوة حول استعدادات وزارة الصناعة والتجارة لشهر رمضان المعظم، أكد أن الإنتاج متوفر دون تسجيل إشكالية في التزود، وأن الأسعار في منحى تنازلي لأغلب أصناف الخضر والغلال الصيفية. الأسعار في منحى تنازلي لأغلب أصناف الخضر والغلال الصيفية ومستقرة في مستويات عادية بالنسبة إلى اللحوم والبيض، معطيات قدمها وزير الصناعة والتجارة خلال ندوة صحفية حول الاستعدادات لشهر رمضان. الوزير أضاف أيضا أن هذا المنحى التنازلي للأسعار سيتواصل خلال شهر الصيام وبعده. الأسعار يعني سجلنا انخفاض لأغلب الأصناف متاع الخضر، واللي شملت بدرجة كبيرة طماطم، فقوس، الفلفل، المعدنوس بشكل كبير، وأيضا سجلنا انخفاض بدرجات متفاوتة لأغلب أصناف أيضا الغلال اللي كما قلت تفضل عن كميتها الكبيرة المتوفرة، استثناء الترفيع اللي صار في مستوى الدقلة واللي نحن ندخله فيه إن شاء الله لتعديله. بالنسبة للحم كما قلت سيتم تعديل السوق عن طريق الكميات الموردة،
واللي باش تخلي المنتوج يوصل بأسعار معقولة للمواطن يتجاوز 17 دينار و800. وزير الصناعة والتجارة أكد أيضا على انتظام تزويد السوق بالخضر والغلال وعدد من المواد الغذائية الأخرى خلال الشهر الكريم بالكميات المطلوبة والضرورية، مشيرا إلى عدم وجود إشكال في التزويد. الطماطم اللي نتوقعوا باش يكون إنتاجها فصلي حوالي 86,000 طن، 85.8. الفلفل معناه الإنتاج يكون 24,000 طن، والخضر الورقية 75,000 طن. الغلال أيضا كميات متوفرة والعرض متنوع، اللي بالمعقم مخزون متاعنا 45 مليون وهي كمية كافية يعني تغطي هالحاجيات الإضافية. لحوم الحمراء نظرا للضغط الموجود على هذه المادة، فإنه قمنا بالتوريد عن طريق شركة اللحوم 600 طن، باش تعدل السوق، باش تخلي يعني المنتوج متوفر بالكميات المطلوبة وبأسعار إحال المستهلك معناها معقولة، يعني 17 دينار و800 بالنسبة للهبرة. وعن الجانب الرقابي، خلال شهر رمضان قال العذاري إنه سيتم تكثيف عمليات المراقبة، مشيرا إلى أن الوزارة خصصت 164 فريق مراقبة اقتصادية، وستستهدف عمليات المراقبة الأسواق والمحلات المفتوحة للعموم والإنتاج وكذلك على مستوى الطرقات، وذلك لمراقبة التحكم في الأسعار وجودة وسلامة المنتوجات وشفافية ونزاهة المعاملات التجارية وغيرها، معرجا في جانب آخر عن انطلاق تركيز نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك في عدد من ولايات الجمهورية. في موضوع آخر، تحول ملف رجل الأعمال شفيق جراية إلى القضاء العسكري، وقد قررت النيابة العسكرية في تونس فتح بحث تحقيقي ضده بتهمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم. من الإقامة الجبرية إلى الإحالة على النيابة العسكرية، تطورات حملتها الساعات الأخيرة في ملف رجل الأعمال شفيق جراية، بعد أن قررت النيابة العسكرية بتونس اليوم فتح بحث تحقيقي ضده وضد من عسى أن يكشف عنه البحث. والتهم الموجهة إلى شفيق جراية إلى حد الساعة تراوحت بين الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك، إلى جانب وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم. ملف أحيل على القضاء العسكري بناء على شكاوى قدمت ضده تفيد بانخراطه في ارتكاب أفعال من شأنها المساس من أمن الدولة. وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري أفادت بأن قرارها جاء طبقا للفصول 60 مكررة الفقرتين الأولى والثانية و60 رابعا الفقرتين الثانية والرابعة، والفصل 32 من المجلة الجزائية، وكذلك الفصل 123 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية. وبناء على هذه الفصول قرر قاضي التحقيق العسكري إصدار بطاقة إيداع ضد ذي الشبهة شفيق جراية وتأجيل سماعه لحين حضور محاميها. تحرك القضاء العسكري فيما نسب إلى شفيق جراية من تهم جاء بعد سلسلة من الإيقافات في صفوف عدد من رجال الأعمال المشتبه في تورطهم في قضايا فساد كانت انطلقت الثلاثاء الماضي، حيث تم وضعهم تحت الإقامة الجبرية في مكان لم يتم الإفصاح عنها على أساس ما توفر من معطيات تثبت ارتكابهم لخروقات من شأنها المساس الخطير بالأمن والنظام العامين. أعلنت أمس الجمعة لجنة المصادرة مصادرة أملاك بعض رجال الأعمال ومهربين تم إيقافهم أو وضعهم تحت الإقامة الجبرية خلال الأسبوع الجاري بتهمة ارتكاب جرائم فساد والمس من أمن الدولة من خلال تجميد أرصدتهم ومصادرة جميع ممتلكاتهم ومنقولاتهم. استنادا للمرسوم عدد 13 لسنة 2011 و2000، أعلنت لجنة المصادرة رسميا مصادرة أملاك رجال أعمال ومهربين تم إيقافهم ووضعهم تحت الإقامة الجبرية للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بارتكاب جرائم فساد أو المس بأمن الدولة. ووفق رئيس لجنة المصادرة فإنه على إثر ثبوت حصول بعض رجال الأعمال على منفعة بطريقة غير مشروعة أو عبر التجارة المشبوهة تم قرار المصادرة لجميع ممتلكاتهم. والبعض من رجال الأعمال أو بعض ممن يمارسون التجارة في علاقات تجارية وعلاقات مصلحية نفعية أدت إلى تحقيق أرباح بطرق غير أمينة وغير مشروع ذكر في هذه القائمة حققوا أرباحا طائلة
بشكل غير شرعي وغير مشروع. قائمة رجال الأعمال المصادرة ممتلكاتهم ضمت كلا من منجب النرباح وكمال بن غلام وشفيق جراية وياسين الشنوفي ونجيب بن إسماعيل وهلال بن مسعود وعلي القريوي ومندرج نيه. وفي هذا الشأن نوه رئيس لجنة المصادرة منير الفرشيشي أن القرار الذي اتخذ بالأمس لم يكن وليد اللحظة، وإنما ساهمت حيثيات التحقيق وما تسنى للجنة من معطيات خلال عمليات البحث والتقنية المعتمدة في ذلك للوقوف على هذه الحقائق وبالتالي المضي في هذا الإجراء. هذا وقد انتظمت الجمعة قرب قصر الحكومة في القصبة مسيرة دعم للحكومة في الحرب التي أطلقتها ضد الفساد. دعم الدولة في حربها ضد الفساد الذي تغلغل في مفاصلها عنوان مسيرة انخرط فيها المجتمع المدني والسياسيون من مختلف الأطياف. ضد مقاومة الفساد، لا مجال ولا سبيل في البلاد هذه باش النعيق نتاع الغربانة الجائعة هذه. اللي به الفائدة في الحقيقة هو أنه معناها نعالجوا الفساد من جذوره. جذور الفساد اللي توا ينخروا في الإدارة التونسية، جذور الفساد اللي تنخر معناها في 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 الأمن في في أي بقعة معناها. حرب طويلة ويعني والخطوة اللي يخدم عليها السيد يوسف الشاهد خطوة جريئة، لكن المهم أن تتواصل لأن الفساد يحب الوقت طويل باش يتقاوم. الحرب على الفساد وقدمت قضية الشعب أن يجب أن تبتعد وفق عدد من المشاركين في مسيرة اليوم عن الانتقائية. باش تكون العملية مقبولة فعلا يلزم تكون ما غير انتقائية ويلزم تتحول تدريجيا إلى سياسة الدولة. إيش معنى سياسة الدولة؟ احنا نباركوا الحملة هذه وندعموها إلى الأقصى، لكن يلزم تتطور تولي على مستوى المؤسسات ويلزم نفعلوا كافة الإجراءات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بمحاربة الفساد في تونس، بمعنى أنه ندعموا هيئة مكافحة الفساد، بمعنى أنه ندعموا القطب القضائي والمالي وكذلك قطب مكافحة الإرهاب، ويزمنا ندعم كل الهيئات، ندعم استقلالية القضاء بما معناه يضربوا في الأبحاث نتاعهم تحت طائلة الفصل 5 نتاع أمر 78 ويعجلوا الملفات وأبحاثهم، إن شاء الله ملفات ما تجيش فارغة ويحلوها في ساعة القضاء، وإن شاء الله القضاء بطبيعته زاد مريض شوية إن شاء الله يتعافى، وأنا مستبشر شوية مع المجلس على القضاء جديد. في المسيرة تجديد على أهمية المساندة المسؤولة للحكومة مع عدم التخلي عن الدور الرقابي. والفساد والتهريب قلنا قبل كل شيء يبدا بتجفيف المنابع نتاعو. انت اذا كانت تجفف المنابع وجيت حتى تقص الروس وتخليهم تحطهم في اطار اللي ما عادوش نجموا يخدموا، توا التهريب يتحل بصفه مباشره وغير مباشره والارهاب نوليو نعرفوا. وتحيه تونس. خطوه ايجابيه نحو تفكيك المنظومه نتاع الفساد، وما يلزمهاش تكون مساله انتقائيه. يلزم الضرب على ايدي الفاسدين كما قلت والعابثين بالمال العام مهما كان موقعهم سواء كان داخل السلطه او خارج السلطه. فماش هذه يلزم ماكينه تخدم وتضرب الفساد اينما كان. ثم اجماع شعبي وطني عام معادي للفساد فيه اكثر من 95%، واعتقد كونه مسيره التنميه ومسيره النمو تبدا بالقضاء على الفساد. مسيرة دعم الحكومة وكانت ببادرة من نشطاء على شبكة التواصل الاجتماعي صنفت بالحزام الشعبي للحرب على الفساد التي قد تكون طويلة الأمد. دوليا أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده وجهت ضربة لمعسكرات لتدريب متشددين انطلقت منها هجمات، ذلك بعد ساعات من الهجوم الذي أودى بحياة 28 شخصا، فيما أعلنت القوات المسلحة أنها نفذت ضربات جوية على مواقع الإرهابيين في ليبيا. ردة الفعل المصرية عن العملية الإرهابية بمحافظة المنيا جاءت سريعة، فبعد ساعات من العملية التي أودت بحياة 28 شخصا أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده وجهت ضربة لمعسكرات تدريب مجموعات متشددة انطلقت منها الهجمات، كما توعد السيسي باستهداف أي معسكرات في الداخل أو الخارج يجري تدريب مسلحين فيها لضرب مصر، داعيا في الوقت نفسه إلى معاقبة الدول التي تدعم الإرهاب. من جهته أعلن الجيش المصري أن القوات الجوية المصرية نفذت ضربات جوية على مواقع لإرهابيين في ليبيا تأكدت مشاركتهم في تخطيط وتنفيذ الهجوم الذي استهدف حافلات كانت تقل عددا من المواطنين المصريين الأقباط. عملية عسكرية أكد رئيس الوزراء المصري أنها تمثل البداية، وأن الأمن القومي المصري سيبدأ من خارج القطر المصري منذ اليوم. هذه العملية الإرهابية الثانية التي استهدفت أقباط
مصر في أقل من شهرين لاقت موجة من التنديد العربي والدولي، وآخرها ما صدر عن مجلس وزراء الداخلية العرب الذي أعرب عن تنديده الشديد بهذا الهجوم، مشددا على أن هذا العمل الإرهابي يسعى إلى إثارة الصراعات الدينية والطائفية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جهته أكد دعم بلاده للشعب والرئيس المصري في المعركة ضد الإرهاب، داعيا إلى ضرورة حماية الطوائف المسيحية بالشرق الأوسط والدفاع عنها ومعاقبة كل من يساعد القتلى على حد تعبيره. اتجهت أنظار العالم نحو مدينة الصقلية الإيطالية التي تشهد على مدار يومين اجتماع رؤساء دول وحكومات مجموعة السبع، وقد تم التوقيع على بيان مشترك حول مكافحة الإرهاب، فيه دعوة لشركات الإنترنت لتكثيف الجهود ضد كل المحتويات المتطرفة. اجتمع قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بجزيرة صقلية الإيطالية وسط خلافات حول التجارة والتغير المناخ وتوتر جديد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما يهدد بتقويض الجبهة الموحدة التي يحاولون تشكيلها ضد خطر الاعتداءات الإرهابية. ولكنهم وخلال أشغال اليوم الأول تمكنوا من تبني إعلان مشترك حول سبل مكافحة الاعتداءات الإرهابية. ودعا القادة مقدمي خدمات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لزيادة جهودها لحذف المحتويات المتطرفة ومقاومة ما يتم بثه خاصة في مواقع الجماعات الإرهابية والمتطرفة. اسمح لي بأن أتوجه بالشكر لكل القادة، لأنني أعتقد أننا أظهرنا بهذا الإعلان وحدتنا وإصرارنا وعزمنا على مواصلة معركتنا ضد آفات الإرهاب. وبخصوص بقية الملفات، سيكون من الصعب الوصول إلى حلول بخصوصها خاصة حول المناخ والتجارة الدولية. وذكرت مصادر محيطة بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قضية المناخ التي يرفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلان موقف واضح بشأنها ستكون الأكثر تعقيدا، لكن هذا لن يمنع بعض الدول مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا من التركيز على اتفاقية باريس حول التغيرات المناخية، خاصة في ظل تهديد ترامب بانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاق المناخ الذي أبرم في باريس عام 15 و 2000. والموضوع الآخر الذي يشكل محورا أساسيا خلال هذه القمة هو التجارة الدولية ودور منظمة التجارة العالمية، حيث تريد واشنطن مراجعة موقفها، بينما تريد باريس التوصل إلى اتفاق طموح إلى أبعد حد حول الدفاع عن النظام التعددي. إلى التذكير بالعناوين. اليوم السبت هو أول أيام شهر رمضان المعظم. رئيس الجمهورية يؤكد أن الحكومة اتخذت كل الاحتياطات لتوفير المتطلبات اللازمة والضغط على الأسعار. فتح بحث ضد جرية وكل من سيكشف عنه البحث من أجل الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة. لجنة المصادرة تصادر أملاكه وموقوفين آخرين. عشرة القتلى والجرحى في هجوم استهدف أقباطا في مصر. والجيش المصري يوجه ضربات جوية ضد معسكرات تدريب في درنا الليبية. وفي الختام نشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفاز التونسية تونيزيا تي في.تي إن. مجددا رمضان كريم وإلى اللقاء.